ايه هي القواعد الذهبية للسلامة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض الحلقة دي. استنونا، انا المهندس ماركو وهيب وانت بتتفرج على بتاع السيفتي. اهلا بيكم. في الحقيقة القواعد الذهبية للسلامة او الجولدن سيفتي رولز، واللي بيتقال عليها برضو قواعد حفظ الحياة او اللايف سيفنج رولز، هي مش مجموعة قواعد ثابتة او محددة لكل الانشطة او الاشغال، لكن في الحقيقة كل شركة او كل نشاط صناعي ليه طبيعة معينة بيحدد مجموعة من قواعد السلامة وبيطلق عليها القواعد الذهبية للسلامة، واللي بتبقى مرتبطة بالانشطة او العمليات الخاصة بالصناعة دي او بالشركة دي. ومعنى بقى القواعد الذهبية للسلامة ان دي اهم القواعد اللي لو تم تطبيقها جوه الشركة الفلانية او الصناعة العلانية فده هيقلل الحوادث او الاصابات بنسبة كبيرة جدا. القواعد دي الشركات بتحددها من خلال مراجعة تفصيلية لتقارير الحوادث السابقة، واللي بتدينا صورة عن اكتر الانشطة خطورة جوه الشركة، ومن خلال دراسة الحوادث دي والدروس المستفادة منها بتقدر الشركات تحدد وتحط أهم القواعد لتحجيم وتقليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة الخطرة دي، وبتحدد مسؤوليات ودور العاملين في اتباع القواعد دي، وبتبقى هي دي القواعد الذهبية للسلامة. القواعد الذهبية للسلامة بتاع كل شركة بيتم اختصارها في شكل رموز يقدر العاملين يفتكروها بسهولة، والرموز دي بتتجمع في بوسترات وبيتم تعليقها في الأماكن الرئيسية في الشركة أو في مواقع العمل زي العينة اللي ظاهرة قدام حضرتك دلوقتي. وارد جدا تلاقي تشابه كبير بين القواعد الذهبية للسلامة ما بين شركة والتانية رغم اختلاف نشاط عملهم، لكن المؤكد ان رغم التشابه ده ان لكل شركة هتلاقي على الاقل بعض القواعد الذهبية للسلامة اللي بتميز النشاط بتاع الشركة دي. فمثلا اللي قدام حضراتكم ده هو مختصر القواعد الذهبية للسلامة لشركتين، اللي على اليمين القواعد الذهبية للسلامة لشركة انشاءات، واللي على الشمال هي القواعد الذهبية للسلامة لشركة ملاحة بحرية. ورغم انك هتلاقي تشابه ما بين المجموعتين في بعض الحاجات زي قواعد عزل مصادر الطاقة والحماية من السقوط والعمل في الاماكن المغلقة، الا انك كمان هتلاقي ان كل مجموعة فيها بعض القواعد اللي بتميز نشاط شركة عن الشركة التانية. يعني مثلا في قواعد السلامة الذهبية الخاصة بالملاحة هتلاقي قاعدة خاصة بعملية الابحار والملاحة، وقاعدة تانية خاصة بالعمل فوق المية، والقواعد دي طبعا مش هتلاقيها في المجموعة الخاصة بشركة الانشاءات. وفي نفس الوقت في مجموعة القواعد الخاصة بشركة الانشاءات هتلاقي مثلا قواعد السلامة الخاصة بالسواقة او عمليات الحفر، واللي مش هتلاقيها في مجموعة شركة الملاحة وهكذا. طيب دلوقتي هندسة، انت عمال تكلمنا عن القواعد الذهبية للسلامة، انا بقى استفدت ايه؟ بص يا سيدي، القواعد الذهبية للسلامة دي بتمثل الحد الأدنى من متطلبات السلامة، واللي لازم كل واحد جوه الشركة أو جوه موقع العمل يبقى على دراية بيها وعارفها كويس جدا. فسواء كنت شغال في السلامة أو الصحة المهنية أو أيا كان نشاطك جوه شركتك، فمن أول وأهم الحاجات اللي لازم تسأل عليها وتبقى عارفها كويس جدا جوه شركتك هي القواعد الذهبية للسلامة أو قواعد حفظ الحياة جوه الشركة بتاعتك. لان القواعد الذهبيه للسلامه باختصار بتحدد لك اهم الانشطه الخطره المرتبطه بالشغل جوه شركتك، وايه الاجراءات اللي لازم تتبعها اثناء الشغل في الانشطه دي عشان تحمي نفسك وتحمي باقي زمايلك. ما تنسوش بقى في التعليقات تكتبوا لنا القواعد الذهبيه للسلامه بتاع الشركه او مكان العمل اللي انت شغال فيه، وايه النشاط اللي شركتك شغاله فيه واسم الشركه. وكمان لو استفدت من الحلقه ما تنساش تعمل لها لايك وشير، وما تنساش كمان تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك حلقاتنا الجديده اول باول. وكمان تقدر تتابعنا من خلال حساباتنا على فيسبوك ولينكد ان. نشوفكم الحلقه الجايه في برنامج بتاع السيفتي.